في رسالتنا الثالثة حول معرض إيدكس، نرصد اليوم عددا آخر من المعروضات العسكرية والتكنولوجية الحديثة والمستحدثة، حيث تشارك الدول الكبرى بأنظمتها العسكرية المتطورة في المجال العسكري والدفاعي في ظل إشادة كبيرة بالتنظيم. هي تجربة عظيمة، وأود أن أشكر وزير الدفاع المصري على دعمه الكبير المقدم لنا الذي كان دوما رائعا. نحن نتطلع لتعظيم الخطط في الإصدار القادم من إيدكس 2023، وأتوقع أن يكون أكبر وأفضل. هذا العام قمنا بمد فترة العرض خلال اليوم لأن كان لدينا طلبات أكثر للمشاركة من الوفود والزوار والعارضين. نحن فخورون جدا بتواجدنا في هذا المعرض كراعي للمعرض، وفخورون بوجود هذا الإقبال الكبير الذي أتاح لنا الفرصة للالتقاء مع شركائنا الحاليين والتقاء أرضا مع شركاء مستقبليين. المعرض ما شاء الله اليوم نحن في اليوم الثالث في المعرض، وشايفين إقبال جدا كبير من مختلف فئات المجتمع، سواء على مستوى الضباط أو الأفراد أو حتى على مستوى الشباب والشابات اللي لهم اهتمام في هذه الصناعة العريقة. النظم الجوية والهندسة العسكرية كان لها نصيب من المعرض، حيث تشارك كبرى الشركات المصنعة للمعدات الجوية والهندسة العسكرية والخدمية في ظل إقبال كبير من الزوار والوفود لتوسيع المعرفة. نحن أكبر شركة مصنعة في باكستان. نحن نورد أشياء كثيرة لمصر، وأهمها في مجال الهندسة العسكرية، حيث تمثل مصر سوقا جيدا بالنسبة لنا. لقد شاركنا بالنسخة الأولى من إيدكس، ونشارك مرة أخرى في هذا العام لما يمثله هذا السوق من أهمية، وسوف نشارك المرة القادمة أيضا. هذه المرة نعرض ثلاثة من أنظمتنا هنا. هي المرة الأولى لمشاركتنا في إيدكس، والتي تمثل فرصة هامة جدا لنا لأنه توقيت جيد لفتح السوق في مصر الآن. الاستثمار في امتلاك القدرة المستدامة هدف بتسعى إليه مصر في ظل الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات، في إطار تعاون مثمر يعود بالنفع على مصر المستضيفة والدول المشاركة. محمد سلامة، الحياة اليوم.